بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم معنا الحديث السابع الحديث السابع جزاء حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه. الراوي الحديث هو أنس بن مالك بالنضر الخزرجي الأنصاري أبو حمزة خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من الرواية عنه. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان عمره 10 سنين، وهبته أمه لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم فخدمه 10 سنين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه ويمازحه ويقول له: يا ذا الأذنين. توفي رضي الله عنه بالبصرة 91 للهجرة. توفي في البصرة 91 للهجرة وعمره قرابة 100. معاني الكلمات: الكلمة معناها الكلمة الساعة، معناها كلمة الساعة تقصد بها معناها القيامة. ما أعددت لها الكلمة ما أعددت لها معناها أي ماذا عملت استعدادا لها، أي ماذا عملت استعدادا لها. المعنى الإجمالي سؤال سهل من أعرابي: متى الساعة؟ والجواب: من المعلم والمربي الأول صلى الله عليه وسلم. كان سؤالا يطرق الأذهان ويوغذ القلوب. ماذا أعددت لها؟ سؤال وهو الأهم، فليس شأن أن يسأل الإنسان عن الساعة أو عن الموت، لأن علمهما عند الله. بل السؤال هو: هل أموت على خاتمة حسنة؟ هل أعددت لها عملا صالحا؟ كما قال الله تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فليس شأنك متى الساعة، ولكن ما أعددت لها. فكان الجواب جليلا عظيما، وهو حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الجواب: أنت مع من أحببت. أي أنت ملتحق، أي أنت ملحق بهم وداخل في زمرتهم، كما قال أنس رضي الله عنه:
فما فرحنا بشيء بعد الإسلام كفرحنا بهذا الحديث. الفوائد والأحكام مستخرجة من هذا الحديث. 1. عظم شأن محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها تقرب إلى الله تعالى، الله سبحانه وتعالى، وأنها عبادة واجبة على كل مسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. اثنين، المحبة الصادقة تقتضي موافقة المحبوب في محبة ما يحب وبغض ما يبغضه، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، يحبكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. 3. الرجوع للعلماء وحدهم وسؤالهم في أي أمر من أمور الدين. الرجوع للعلماء وحدهم وسؤالهم في أي أمر من أمور الدين. 4. رفق العالم بالسائل وتوجيه اهتمامه إلى ما يعود عليه بالفائدة. 4. رفق العالم بالسائل وتوجيه اهتمامه إلى ما يعود عليه بالفائدة. 5. معرفة حقيقة الدنيا وأنها دار عداد للآخرة، وأنها ممر وليست مستقر. معرفة حقيقة الدنيا وأنها دار عداد للآخرة وأنها ممر وليست مستقرا. 6. وجوب الاستعداد. 6. وجوب الاستعداد للدار الآخرة. وجوب الاستعداد للدار الآخرة. 7. حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وسؤالهم عنه. حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وسؤالهم عنه. 8. أن المرء يحشر مع من أحب، فأن أحب الصالحين كان منهم، وإن أحب الفاسدين فهو معهم. أن المرء يحشر مع من أحب، فإن أحب الصالحين كان منهم، وإن أحب الفاسدين فهو معهم. 9. الحديث إشارة إلى تحريم حب الكفار والمشركين. حديث إشارة إلى تحريم حب الكفار والمشركين. لا تحريم حب الكفار والمشركين. بالنسبة للتقييم بناخذه في الواجب إن شاء الله نتكلم عنه. نبدأ في الوحدة الثانية. الوحدة الثانية تتحدث فيها عن الفقه. الهدف العام
إمداد المتدرب يهم على الأحكام الفقهية في الزكاة والصيام والحج ومعرفة أهم أحكام البيع الحلال والحرام منه وبيان الربا وأنواعه والتحذير منه. الأهداف التفصيلية: أن يعرف المتدرب شروط وأحكام الزكاة والصيام والحج. 2- أن يستطيع المتدرب القيام بهذه العبادات على الطريقة الصحيحة. 3- أن يميز المتدرب صفات البيع المحرمة ويحذر منها. أن يميز المتدرب صفات البيع المحرمة ويحذر منها. 4- أن يبتعد المتدرب عن أكل الربا ويحذر منه. نبدأ في أول درس معنا في الوحدة الثانية، الزكاة. تعريفها في اللغة النماء والزيادة. هناك تعريفان. تعريف اللغة وهي النماء والزيادة. تعريف الزكاة اصطلاحا، هي حق واجب في مال مخصوص، هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص. أهمية الزكاة وفضلها. تحتل الزكاة في الإسلام مكانة رفيعة ومنزلة سامية، فهي ركن من أركانه الأساسية وشعيرة من شعائره الكبرى. وقد ذكرت الزكاة في القرآن أكثر من 80 مرة. قرنت بالصلاة في 27 موضع وذلك لبيان أهميتها كأهمية الصلاة كما جاء ذكرها مع الصلاة بعد الأمر بعبادة الله والإخلاص له، كما في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهي من أهم دعائم الإسلام الاقتصادية، ومورد من الموارد المالية التي لا تنصب. ولأهمية الزكاة وعد الله المؤدين لها بالفلاح والثواب الجزيل في الدنيا والآخرة.
كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتوعد المانعين لها بأشد العقاب وتوعد المانعين لها بأشد العقاب كما قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد رتب الإسلام على الزكاة آثارا اجتماعية كبيرة من عطف ورحمة وتآلف وتكافل وإحسان بين الناس. لذلك فإن المسلم إذا أخرج حق الله في ماله ساهم في عوامل الاستقرار في المجتمع، والمجتمع الذي يقوم بأداء الزكاة مجتمع يباركه الله عز وجل وتشمله رحمته، كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ولقد سد الله بالزكاة أبوابا عديدة للفقر والحاجة، فهذا مدين وذاك فقير وتلك مسكينة وغيرهم كثيرا مما ينتظرون من الأغنياء أن يأتوهم من مال الله الذي آتاهم، كما قال الله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقيام الأغنياء بهذا الواجب العظيم يمنع كثيرا من الجرائم الأخلاقية والاجتماعية، وذلك بإزالة أسبابها من الفقر والحاجة. شروط وجوبها: شروط وجوب الزكاة عددها 5: 1 الإسلام من شروط الزكاة، 1 الإسلام، 2 الحرية، 3 ملكا نصابيا بلغت النصاب،
تمام الملك، أي تكون ملكا لك. خمسة، مضي الحول في غير الخارج من الأرض. مضي الحول في غير الخارج من الأرض. حكم الزكاة، حكم الزكاة. حكم الزكاة هي فرض من فروض الدين وركن من أركان الإسلام. هي فرض من فروض الدين وركن من أركان الإسلام. هذا حكم الزكاة، والزكاة فرض من فروض الدين وركن من أركان الإسلام إذا توفرت شروطها، لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس ذكر منها إيتاء الزكاة. مسائل في الزكاة، مسائل في الزكاة: الأولى وقت إخراج الزكاة، متى وقت إخراج الزكاة؟ يجب إخراج الزكاة، يجب إخراج الزكاة فور وجوبها، أي أثناء وجوبها، فور أي أثناء وجوبها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا بمبرر شرعي، ويجوز تأجيل الزكاة قبل وجوبها لحولين فأقل، ويجوز تأجيل الزكاة قبل وجوبها لحولين فأقل، وذلك إذا كمل النصاب. الثانية الأموال التي تجب فيها الزكاة، السائم بهيمة الأنعام، السائم بهيمة الأنعام، وهي التي ترعى أكثر السنة، الذهب والفضة أيضا من الأموال التي تجب فيها الزكاة، الذهب والفضة. الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود، وما يقوم مقامهما من النقود. أيضا من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة، عروض التجارة. وأيضا الخارج من الأرض، اللي يقصد به النباتات، خارج من الأرض من النباتات. الثالثة من مسائل الزكاة: المقادير الواجبة، المقادير الواجبة.
أولا السائمة بهيمة الأنعام، السائم بهيمة الأنعام، والسائمة وهي التي ترعى كل السنة أو ثريا، وهي ثلاثة أنواع من أنواع الزكاة، من أنواع السائم بهيمة الأنعام. واحد الإبل، اثنين البقر، ثلاثة الغنم، ثلاثة الغنم. فتجب الزكاة إذا كانت متخذة للدر والنسل وبلغت النصاب، أما ما كان معدا لتجارة البيع والشراء فزكاتها ضمن عروض التجارة، وأقل النصاب فيها أي إذا كان من الإبل خمس وفيها شاة، من الإبل خمس وفيها شاة يكون الزكاة فيها شاة، تكون عدد الإبل خمس وفيها شاة. من البقر 30 إذا كان البقر عدده 30 والزكاة فيها تبيع، لا بد يكون شرط ما كان عمره سنة، أي يكون عمره سنة. أما إذا وأيضا من الغنم 40 إذا كان عدد الغنم 40 والزكاة فيه تكون شاة. ثانيا الذهب والفضة، ثانيا الذهب والفضة، نصاب الذهب ما يساوي 70 جراما، أي إذا كان وزن الذهب 70 جراما يكون الزكاة فيه ربع عشر قيمتها. يكون الزكاة فيه ربع عشر قيمتها. ونصاب الفضة ما يساوي أي ما يكون وزنه 460 جراما يكون الزكاة فيه ربع عشر قيمتها. ونصاب النقود الورقية ما كان قيمته 595 جراما من الفضة، وفيها الزكاة فيها ربع عشر قيمتها، ربع عشر قيمتها. تنبيه أو ملاحظة: أسهل طريقة لمعرفة مقدار زكاة النقدين هي قسمة المبلغ التي تجب فيه الزكاة على 40، مثلا زكاة مبلغ 1000 ريال هو 25 ريال فقط، لأن 1000 تقسيم 40 يساوي 25.
نتوقف إلى هنا، ناخذ التحضير. في سؤال يا شباب؟ في سؤال يا شباب؟ الله يعطيك العافية أستاذ علي، واضح من فيك. الله عليكم. ناخذ تحضير يا شباب سريع. أستاذ؟ لا لا، حضر خلاص كذا، أخذت التحضير. قاعد حضرتني إياد إبراهيم دروسي. نلتقي المحاضرة الثانية إن شاء الله الساعة 6. طيب، استودعكم الله شباب.